دورة جميلة بحرية. هذا هو التاريخ. أما عن السينما فمن خلال مجموعة متميزة من الأفلام ستعرض ضمن فعاليات المهرجان. السادة الحضور، الضيوف الكرام، نحن الليلة على موعد مع حدث انتظرناه طويلاً، مع انطلاق دورة جميلة بحريد من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أستاذة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، سعادة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي للسينما، السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، أيقونة النضال ورمز الحرية للعالم كله وللعرب وللمصريين، المناضلة الجزائرية جميلة بحيرة. ضيوف أسوان الأعزاء من فناني مصر والعالم، الحضور من النقاد والصحفيين والإعلاميين، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم على أرض أسوان الطيبة وشعبها الودود والمضياف، التي يسعدها تشريفكم لفعاليات المهرجان وسط معابدها ومتاحفها ومعالمها السياحية ومواقعها الثقافية والتراثية. I believe we have a lot of fellow cinema makers and movie makers here in Aswan. We do welcome you and I hope you enjoy your time here. This is the place where history and peace is. Thank you. وهبت سنوات شبابها للكفاح ضد الاستعمار حتى أصبحت أيقونة للحرية من المحيط إلى الخليج. فنرحب معا على المسرح بالمناضلة الجزائرية العظيمة والملهمة جميلة بحريد. فلتتفضل. مساء الخير عليكم كلكم. تسمحوا لي اليوم نتكلم معكم باللغة أجنبية. يا للأسف أنا بنموت على اللغة العربية، ولكن فرنسا ما خلتنيش نتعلمها، منعتني باش نقول. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est pour moi un immense plaisir de me retrouver une seconde fois en Égypte, où l'on voyait une femme en pleurs au milieu de cadavres et de ruines de Sabra et Shatila, et qui criait « Wayn al-Arab ». تحيا مصر، تحيا الجزائر. لم أكن أظن يوماً أنني سأقابلها. جميلة، فمنذ أن سمعت نبأها لأول مرة وأنا بعدي صبي صغير، تمثلت لي فوراً في الخيال شاخصة. أسمع أنباء نضالها، فأراها في المعركة جندية تذود عن الحمى الأرض والعرض والشرف والكرامة والعزة والنجابة والإنجاب، كلهم جميلة. جميلة عندما سمعت أنباء تعذيبها في السجن، كنت أحس آلاماً في جميع أنحاء جسدي. يا جميلة، سكنت القلب
ولن ينازعك فيه أحد بعد. علمتنا الكثير فشكرا لك وأهلا بك في مصر، في قلب مصر، أسوان الحارة، حرارة القلوب جميلة. كانوا يقولون لنا زمان أن اسمها جميلة بوحريد، جميلة بوحريد. تعرف جميلة بوحريد؟